لمزيد من التعليق بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، معنا هاتفيا من اسطنبول دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور جاسم. هناك أنباء إذن عن تسجيل أحزاب جديدة بكثرة قبيل الانتخابات، كيف تقرأ ذلك؟ نعم، شكرا لكم. أهلا وسهلا. ربما هنالك قرابة 200 يعني حزب ستكون ظاهرة في العراق خلال المرحلة القادمة، منها أحزاب قديمة وبعضها وهو الأقل أحزاب وهو الغالب عفوا أحزاب جديدة ظهرت للساحة عدا الأحزاب الكبرى المعروفة في العراق بعد عام 2003، وهذا ما أكدته يعني اللجان المختصة في هذا الأمر. أعتقد أن هذا الأمر يجعل العراق في يعني مصاف الدول المتقدمة من حيث عدد الأحزاب المسجلة. هنالك دول فيها أحزاب لكن هذه أحزاب غير رسمية، لكن نحن نتحدث اليوم عن أحزاب رسمية وهي أكثر من 200 حزب في العراق، وأعتقد أن هذا العدد عدد كبير جدا يفترض أن يقدم شيئا للعراقيين، لكن ربما التجربة الماضية والتجارب الماضية أثبتت أن هذه الأحزاب لن تقدم شيئا للعراق، وربما هو نوع من التدبير للأحزاب الكبرى لفتح تفرعات لها من أجل الحصول على مقاعد أخرى في البرلمان العراقي نتيجة لتطور الظروف الواقعية والسياسية في العراق. يعني لا ترى دكتور جاسم أن هناك حركا سياسيا جديدا ما في العراق؟ حقيقة لا يمكن نفي هذا الأمر، لأننا لم نطلع اطلاعا تاما على برامج هذه الأحزاب. نحن نأمل ونتمنى أن يكون هنالك تغيير ما في العراق، لكن مع الأسف الواقع لا يبشر بخير. حتى لو كانت هنالك، لو افترضنا جدلا بعض الأحزاب التي تسعى لتغيير الخارطة السياسية في العراق ولو على المستوى السياسي، لا أعتقد أن الواقع مهيئ لهذه الأحزاب أن تغير شيئا، ذلك لوجود أحزاب كبرى تمتلك المال والسلاح في المشهد العراقي ولا تؤمن بالنظرية الديمقراطية. هناك أنباء أيضا عن مقاطعة شعبية لهذه العملية السياسية تمثلت في عزوف الناخبين عن التسجيل في العديد من القوائم، ما أثر ذلك على العملية السياسية عموما قبيل الانتخابات؟ كل انتخابات يعني في المنطق السليم يفترض أن تهيئ لها الظروف الموضوعية من أجل وجودها. هذه الظروف الموضوعية حددتها الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق، ذكرت أنه يفترض إعادة النازحين إلى المدن، ثم بعد ذلك حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا دعت إلى مصالحة وطنية أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي لا أعتقد أن حكومة العبادي قادرة، ونحن بقي لدينا ما يقارب 130 يوما على الانتخابات القادمة، لا أعتقد أن حكومة العبادي تمتلك العصا السحرية القادرة على إعادة أكثر من 2 مليون مهجر داخل العراق إلى منازلهم، ذلك لأن هنالك مدن دمرت بنسبة 80% أو أكثر وعليه. فلا أعتقد أن هذه الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في المستقبل القريب، ولا حتى التعويل على مؤتمر الكويت القادم، لأن هذا الدعم ربما لن يكون كافيا لهذه المدن، لأننا نتحدث عن مدن مدمرة بالكامل، ربما نحتاج إلى أكثر من 150 مليار دولار لأعمارها. ولا أعتقد أن لا المكان لا الزمان ولا المكان قابل لتهيئة الظروف للانتخابات القادمة، وبالتالي منطقيا لن يذهب هؤلاء إلى تجديد البطاقة الانتخابية، وهذا أمر طبيعي جدا. طيب في سؤال أخير دكتور جاسم، أشرت إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، كيف ترى شكل العملية السياسية مع سعي الميليشيات إلى الانخراط إليها بقوة؟ هي انخرطت، ويعني هي موجودة أصلا في
في أفضل لعبة العراقية الميليشيات موجودة، حزب الدعوة لديه ميليشيات، البدر لديها ميليشيات، المجلس الأعلى لديه ميليشيات، غالبية الأحزاب الموجودة في المشهد السياسي العراقي لديها ميليشيات، وهم بدأوا يعترفون على بعضهم البعض، وبالتالي الموضوع ليس جديدا. ربما هنالك تفرعات جديدة لهذه الميليشيات ستدخل إلى اللعبة السياسية، وإلا وهم متواجدون منذ بداية عملية سياسية في العراق عام 2003 وحتى اليوم. شكرا جزيلا لك من اسطنبول هاتفيا دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي.